السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أولادي وبناتي أبطال وشطورات الصف الثالث الثانوي، حبايب قلبي الحلوين. هنحل مع بعض النهاردة تاني وآخر درس في شابتر 1 من الداينامكس، درس الـ Integration of Vector Function. طبعا درس الـ Integration of Vector Function هو التكملة بتاع الأول درس اللي هو يعني العكس. هنا هنقول قبل ما نبدأ هنفكر نفسنا بالحاجة الرئيسية اللي احنا شغالين عليها. أنا عندي S وعندي V وعندي Acceleration. لو أنا بتحرك من الـ S في اتجاه الـ Acceleration يعني أنا بعمل Derivative، يبقى Def، أو هنقدر نقول عليها إن هي Slope. تمام؟ لو أنا بتحرك من الـ A لناحية الـ Axial Displacement يعني أنا عايز أحسب الـ Velocity من الـ Acceleration أو الـ Displacement من الـ Velocity، يبقى أنا هعمل Integration، أو إحنا ممكن نسميها Area لو إحنا بنتكلم في رسم. بس كده بس كده. بيقول لي if v equals 8t plus 5 وال x0 equals 7 then ال x4 equals كام؟ على طول يا جميل، انت عايز تجيب ال x وعندك ال v يعني هتعمل integration، فهتعمل integration لل v. integration الكلام ده equals كام؟ 8t power 2 over 2 plus 5t plus c. جميل جدا. جميل جدا. طب بعد كده هتقول ايه؟ السي دي هنحسبها ازاي؟ ركز معايا، ال 2 مع ال 8 يبقى 4، تبقى 4t باور 2 بلس 5t بلس c. دي مين؟ دي ال x. هو بيقول لي ان ال x 0 ب 7، يعني لما t 0 اللي هو ده وده اختفى يبقى ال x ب 7 يعني c 7. يبقى الاجابه على طول عندك مين يا جميل؟ 4t باور 2 بلس 5t بلس 7. خلاص؟ خلاص جدا. طب هو عايز ايه بقى؟ عايز ال x4، يبقى هتعوض عن ال t4. 4 times 4 power 2 ب 64 plus 5 times 4 ب 20 plus 7. خلاص الكلام ده بكام؟ ب 84 plus 7 يعني 91 اللي هو الاختيار. احنا بنمشي step by step علشان تبقى انت مركز وفاهم بتعمل ايه. عندك السؤال اللي بعده على طول يا جميل، بيقول لك ان ال acceleration equal 4t plus 3 وال V2 equals 20. نفس الكلام، أنا عايز أحسب من الـ acceleration عايز أحسب الـ velocity، يبقى هعمل integration. integration الكلام ده بـ 4t power 2 over 2 اللي هي 2t power 2 plus 3t plus c. طب هو بيقول لي إن الـ V2 لما الـ acceleration sorry لما الـ time كان 2 الـ velocity كان 20، يبقى عوض عن الـ t بـ 2، تبقى 2 times 2 power 2 بـ 8 plus 3 times 2 ب 6 plus c اللي انا معرفهاش كام، كانت كام؟ 20. يبقى على طول ال c equals طبعا 14، هيروح الناحية التانية بالنيجاتيف، يبقى 20 minus 14 ب 6. يبقى على طول ال v equals كام يا جميل؟ equals 6t power 2 plus 3t plus 6. هو عايز مين؟ عايز ال v نوت، شيل ال t ب 0 0، يبقى ال v هتبقى على طول 6 اللي هي الاختيار مين؟ b. نشوف السؤال اللي بعده اللي هو question 3. The particle has space equal 0 at maximum height. عند الماكسيمم هايت مين اللي equal 0؟ ال velocity. يبقى هنا مين على طول هتختار؟ ال velocity. طب يلا السؤال اللي بعده اللي هو question 4. The particle has mean equal 0 عند الماكسيمم velocity. الحاجات دي مهمة واحنا قلناها أصلا من المرة اللي فاتت. عند الماكسيمم velocity يبقى ال acceleration 0. السؤال اللي بعده اللي هو question 5. The particle move in straight line from rest. From rest يا جماعة يبقى ال V not equal 0. And from the origin point يبقى ال X not برضو equal 0. Such that the acceleration 9 minus 3t power 2. Then it reach maximum distance at cam time. حلو قوي. عشان توصل للmaximum distance يبقى هتقول ان ال V final ب 0. حلو؟ تمام جدا. طيب الماكسيمم ديستانس بتاعتنا هو from rest يعني بدأ من الزيرو. عند الماكسيمم ديستانس انت هتحسبها ازاي؟ انت هتروح تحسب ايه؟ integration الاكسلريشن. integration الاكسلريشن اللي هي 9t minus 3t power 3 over 3 اللي هي minus t power 3. طبعا ده plus c. دي مين؟ ال velocity sorry. دي ال velocity. طب انا عندي معلومة بتقول ان ال v نوت بكام؟ بزيرو، اللي هي لما كانت تايم زيرو كانت الفيلوستي زيرو، يبقى على طول السي ايكوالز كام؟ زيرو، لانك لما تسبستيتيوت التي بزيرو هنا وهنا الفي هتبقى زيرو يعني السي زيرو.
يبقى السي الأولى اللي هي سي 1 يا سيدي نسميها سي 1 دي هتبقى 0 يبقى على طول أنا عرفت إن الـ velocity equals 9t minus t power 3. طيب ده الـ velocity. هو هنا بيقول لي الـ maximum distance ما قالش maximum displacement، قال الـ maximum distance. طب الـ maximum distance اللي هو هيمشيها هتبقى إزاي؟ هنحسبها إزاي؟ عند الـ maximum distance المفروض انه يقول displacement بس هو قال distance، هو بيقول maximum distance. طب ما تيجي نشوف بقية السؤال، بيقول لي before it reverse its direction. حلو قوي، maximum distance قبل ما يغير ال direction يبقى هتبقى maximum displacement هي نفسها. طيب ده امتى؟ لما يكون ال velocity equal 0. طب يلا نعمل ده equal 0، هنعمل ده طبعا ناخد منه t common factor، هيفضل 9 minus t power 2 equal 0. يبقى الكلام ده بيحصل، الـ velocity بتبقى 0 امتى؟ لما t equal 0 او لما t equals كام يا جميل؟ equals طبعا ما تقوليش 3 والنيجاتيف 3، هي 3 لان ما فيش تايم بالنيجاتيف، يبقى الاجابة على طول 3. طب انا ليه ما اخترتش الـ 0؟ الـ 0 دي في بداية الحركة اللي هي اصلا اللي انا قلت ان الـ body start from rest من خلالها. طيب question 6 يا جميل الملامح، particle move in a straight line such that أو from origin point. from origin point دايما يعني ال x 0 ب 0 with velocity، أدي ال velocity. then the displacement covered within the interval time from 0 to 4 equals كام؟ على طول الموضوع بسيط جدا، أنت عايز مين؟ ال displacement يعني مين؟ يعني integration. طب ما تخلي لي بالك بقى يا جميل من حاجة، أنت مش هو بيتكلم على interval؟ أيوه، يبقى على طول هي عبارة عن integration from 0 to 4 للـ velocity اللي هي 6t plus 1 اللي هي equals كام؟ طبعا دي هتبقى 6t power 2 over 2 اللي هي 3t power 2 plus t، و from ودي 0 للـ 4 substitute يلا بـ 4، 3 times 4 power 2 48 plus 4 minus طبعا ده 0 و 0 يبقى 0 هتبقى 52. يبقى الإجابة على طول يا جميل 52. طيب افرض ان واحد تاني ما حبش يعمل الكلام ده، عادي انت ممكن تحل زي ما احنا كنا بنحل الاول من غير ما تعمل باوندر انتجريشن، بس اعمل باوندر انتجريشن عشان تحسب بالكالكوليتر والدنيا تبقى سريعه معاك وجميله. السؤال اللي بعده اللي هو question 7 بيقول ايش؟ بيقول لي the particle move in straight line with constant deceleration a equals negative 9.8 meter per second. خلي بالك انه ما دام قال negative deceleration يبقى انت كنت هتحط النيجاتيف حتى لو هو ما قالهاش. and initial velocity equals ده، يبقى انا عندي الاكسلريشن بنيجاتيف 9.8، عندي ال v note equals 19.6، then the velocity vanish at t equals كام؟ امتى ال velocity هتعمل vanishing؟ والله انت لو شاطر هتروح قايل لي ما انا عارف ال v equals V note plus AT. فاكر القصة دي ولا لا؟ ومن غير كل الكلام ده، لان احنا اصلا الـ equations of motion دي احنا عملناه منين؟ من الـ integration. يبقى الـ V final بـ 0، الـ V initial بكام؟ بـ 19.6 minus 9.8 times T. بقت equation عادية زي اي equation الله خلقها، هتودي دي هناك فهتبقى negative 9.8 T equals negative 19.6. يبقى على طول التايم هيبقى ده ديفايد ده اللي هي تطلع بكام؟ بتقول هو الاختيار بي. طيب ممكن نحل بالانتجريشن؟ اه طبعا ممكن كنت تحلها بالانتجريشن. طب نحل بالانتجريشن ازاي؟ بص يا جميل، انت عندك هنا a particle moving straight line with constant acceleration، يبقى الاكسلريشن عندي والانيشال velocity هنا دي. طيب انا عايز اجيب الفيلوسيتي، فهروح قايل ان الفيلوسيتي ايكوالز انتجريشن الاكسلريشن اللي هي نيجاتيف 9.8 تي. جميل جدا، بس كده خلصنا؟ لا، بلس سي صح. السي دي بقى هتحسبها ازاي؟ في الفي انيشال لما تي كانت 0، الفي انيشال كانت بكام؟ ب 19.6 اللي هي نيجاتيف 9.8 تي بلس 19.6. حد خد باله من حاجة؟ هو ده أصلا نفس الـ equation of motion، أدي الـ V note وأدي الـ AT صح؟ يعني إحنا وصلنا في الآخر لنفس الفكرة. طيب نشوف السؤال اللي بعده اللي هو question 8. question 8 بيقول الـ V equals زي ما أنا شايف الكلام اللي قدامي ده والـ X note equals 3 then الـ X 5 على طول. أنا عشان أوصل من الـ V للـ X بعمل integration، هتبقى 16T
minus 4 t power 2 over 2 معلش يبقى minus 2 t power 2 عشان هي minus 4 t power 2 over 2 صح؟ plus c دي مين؟ ال x t. طيب هو بيقول ان ال x عايز ال x 5 لما ال x نوت تكون 3 يعني x نوت يعني لما ال t تبقى 0 يعني ده وده هيتشال تبقى c ب 3 يبقى c دي هنشيلها ونحط 3 يبقى على طول ال x 5 اللي هي 16 by 5 minus 2 by 5 power 2 plus 3 طيب 16 by 5 اللي هي 80 minus 50 plus 3 اللي هي تطلع 33 اللي اختيار C شوف السؤال اللي بعده على طول هو second required the displacement within the interval time from 2 to 6 على طول هريح دماغي مدام displacement يبقى هعمله integration from 2 to 6 واعمل انتجريشن لمين؟ لل v dt على طول عشان تبقى فاهم displacement يبقى انتجريشن ال v وعندك باوندر خلاص ما دام مديني انترفال يبقى خلاص عندك الباوندرز اوف انتجريشن يبقى على طول يا جميل هروح كاتب ال v دي على الكالكيوليتر واعمل from 2 to 6 طب يلا نراجع الكلام ده على طول نراجع الكلام ده على طول مع ان الحل بالايد على فكره احيانا هيكون اكثر سرعه طيب الكالكيوليتر مش موجوده انا مش هدور عليها دلوقتي خلاص لحد ما ابقى اشوفها تاني يعني راحت فين وهنقول يلا الانتجريشن يا جميل انت عملت الانتجريشن هتسيبك من السي خالص لانك انت حطيت باوندرز صح يبقى اهو from 2 to 6 لل 16 تي minus 2 تي باور 2 مرة هتقولي 16 times 6 minus 2 times 6 باور 2 ده كله minus وهنا 16 times 2 minus 2 times 2 باور 2 وتطلع الريزلت الجميلة بتاعتك أكيد هتطلع كام اللي هي الاختيار A طيب معنى ان الـ displacement خلي بالك معنى ان الـ displacement كانت 0 من 2 لـ 16 ده يعني ايه؟ لـ 6 سوري يعني الـ maximum height هنا هو الـ middle point بين الـ 2 points دول ليه؟ انا هقول لك يا جميل displacement equal من 2 ل 16 يعني ال velocity دي طلعت او البودي ده طلع ونزل تاني انا ببدا احسب من 2 لحد ال 6 whatever مكان الماكسيموم هايت هيكون في النص بينهم يعني المسافه اللي طلعها قد المسافه اللي نزلها يبقى الماكسيموم هايت اللي هي ال v عندها بتكون 0 بتكون فين في الميدل بوينت طب تعالى نجرب فعلا الكلام ده اه هي ما هي ال v مش 60 مش 60 minus 40 اكوالها ب 0 هتطلع لك التي بكام ب 4 وفعلا 4 هي الميدل بوينت بين ال 2 وال 6 طيب يعني كان ممكن حد يستخدم ذكاءه ويعرف الكلام ده لوحده كان ممكن بس انت خليك اتدرب على الانتجريشن the distance covered in 6 second from its motion الdistance اللي في 6 second يعني ايه distance في 6 second الموضوع سهل انت مش محتاج ولا انتجريشن ولا اي حاجه انت هتروح تحسب الفيلوسيتي في 6 second في 6 second تمام وهتروح جايب مين اللي هي الافريج فيلوسيتي في 6 second وتجيب الديستانس طيب انا عندي هنا طريقتين وركز معايا الطريقه الاولى اللي انا بقولها دلوقتي اللي هي هو بيقول 6 second يا جماعه يعني التايم ايكوال كام 5.5 مين فاكر الكلام ده اخدناه في secondary 2 ده كلام مهم جدا هشرحه لك حاضر اهو انا بدات من 0 وادي 1 وادي 2 وادي 3 وادي 4 وادي 5 وادي 6 صح ادي ال first second second third fourth fifth sixth ال average velocity اللي هي ال velocity في المنتصف في نص الثانية السادسة اللي هي عند ال 5.5 هتعوض لي عن ال t 5.5 تطلع ال velocity ال velocity equals 16 minus 4 في 5.5 طبعا ده equals 16 minus كام يا جميل minus 22 يعني equals 6 يعني equals negative 6 sorry طيب الماجنيتيود اوف velocity هتشيل النيجاتيف وهتبقى 6 طب بعد ما شلنا النيجاتيف وخليناها 6 ايه اللي حصل؟ اللي حصل انك انت الديستنس مش هي ثانيه واحده والافريج velocity 6 يبقى الديستنس 6 برضه اللي هي 6 تايمز 1 فبالتالي الاختيار C هو الاختيار الصحيح. طب انا بقى مش عاجبني كده وعايز احل بطريقه ثانيه حاضر انا عينيا لي شوف الطريقه الثانيه يا سيدي.
انت عندك هنا distance in 6 second، يعني انت عندك هنا given ايه velocity. طب عشان تجيب displacement او distance هتجيب ايه؟ هتجيب integration، يبقى integration velocity اللي هي integration 16 minus 4t. جميل جدا، وادي dt. بس انا بتكلم على 6 second، يعني منين؟ من ال 5 لل 6 صح؟ طب الكلام ده اعمله ازاي؟ بالكالكيوليتر، وادي الكالكيوليتر، خلينا نحل بيها بشكل مباشر. يلا نجرب. هنكتب انتجريشن عادي زي اي حد بيكتب انتجريشن. ادي انتجريشن، وادي 16 ماينس 4، ادي 16 ماينس 4t، ادي 4t اللي هي 4x يا شباب طبعا. وبعدين هتيجي تقول لي from 5 to 6. طيب جميل جدا، equals كام؟ هتطلع بنيجاتيف 6. طيب دي كده displacement نيجاتيف 6، انا بتكلم على distance فهختار 6 على طول. كده تمام ولا في مشاكل؟ لا مفيش اي مشكله. يبقى نفس القصة، بس انك انت ممكن تحل كده وممكن تحل كده. If the algebraic measure of velocity of a particle moving in straight line given by the relation اهو ده ال velocity function a in t، then the covered distance during the third second from its the third second from the motion equals كام؟ يبقى انت على طول بتجيب integration اللي هي من 2 لل 3 لل 10 minus 2t. دي طريقة. طريقة تانية انك انت بتجيب ايه؟ بتجيب الاكسلريشن او اللي هو الدريفيتيف، بتجيب الدريفيتيف سوري الانتجريشن، وتعمل سبستيتيوت لمين؟ للتي ب 2 اند هاف. طب خلاص انا هحل كده، لان كده على طول ده ديفينيت انتجريشن والدنيا سهلة. طيب هتحل ازاي؟ بالكالكيوليتر ولا بدماغك؟ والله زي ما تحب، كله صح ما فيهوش مشاكل. اعمل على الكالكيوليتر اهو يا سيدي اهو، عشان برضه تاني اهو يا سيدي اهو، نمسح من الاول خالص ونعمل انتجريشن. لا ده انا عملت ديريفيتيف انتجريشن و10 ماينس اهي 10 ماينس 2t، عشان بس تبقى انت اتعودت على الحل. وادي فروم 2 تو 3، ادي 2 تو 3 ايكوالز كام يا جميل؟ ايكوالز 5. خلاص يبقى الاجابه 5. طيب هنروح نختار الاختيار مين؟ الاختيار دي. طيب ده كان أول جزء من exercise 2. نروح نشوف السؤال اللي بعده اللي هو question كام؟ نشوف كان question 35. أول سؤال في question 35 بيقول لي if v equals 3t power 2 minus 2t x equals 1 when t equals 0 then x equals كام؟ دي velocity صح؟ انت عايز ايه يا جميل؟ انت عايز x اللي هي البوزيشن، يبقى هتعمل ايه؟ انتجريشن. طب الانتجريشن ايكوالز مين؟ اول حاجه هتزود للباور 1 اوفر الباور الجديد، فهتبقى t باور 3 اوفر 3 اللي هي t باور 3 ماينس، لان اوفر 3 مع 3 راحت. هنا نيجاتيف 2 t باور 2 اوفر 2 يبقى ماينس t. جميل جدا. بلس c. طب السي دي اجيبها منين؟ مش دي الاكس؟ اه هو قال لي ان الاكس ايكوالز 1 لما t ب 0، t ب 0 يا شباب يبقى هشيل دي بدي، يبقى السي بكام؟ ب 1. يبقى على طول ال x equals t power 3 minus t plus 1. خلاص فين t power 3 minus t ولا t power 2؟ لا معلش دي t power 2، لأن أنت هتزود لل power 1 over ال power الجديد. plus 1 اللي هو الاختيار مين؟ الاختيار c. طب السؤال اللي بعده اللي هو question 2. هنا بيقول لي إيه؟ بيقول لي ال v equals 1 plus sin t، ال x equals negative 3 when t equals 0. إيه الجمال ده؟ طيب انت عايز الاكس برضو نفس الكلام، يلا انتجريشن. انتجريشن ال1 بكام؟ باكس. وانتجريشن الساين تي بنيجاتيف كوساين تي بلس سي. طب هو بيقول لي ان الاكس بنيجاتيف 3 لما تي ب 0. طب لما تي ب 0 يبقى الاكس بكام؟ معلش هي هنا دي تي صح، انا بعمل وذ ريسبكت تو تي، يبقى ال1 ديريفيت الانتجريشن بتاعها تي، يبقى ده ايكوالز هتشيل التي وتحط 0 يبقى دي 0، وكوساين 0 بكام؟ ب 1، يبقى نيجاتيف 1 بلس سي ايكوالز نيجاتيف 3، يعني السي ايكوالز نيجاتيف 2. طب خلصنا؟ لا لسه، هتروح قايل لي ان الاكس ايكوالز، مش هي هنا كانت تي، يبقى هتبقى تي ماينس كوساين تي ماينس 2. فين الكلام ده؟ اهو تي ماينس كوساين تي ماينس 2 اللي هو الاختيار ايش؟ دي. السؤال اللي بعده اللي هو question 3 بيقول لي ال vt equals ال x0 equals 10 then ال x10 equals كام؟ نفس الكلام يا جميل. يبقى انت على طول عايز ايه؟ عايز تجيب ادي ال vt، يبقى على طول هتعمل ايش يا جميل؟ هتعمل
حاجة من الاتنين. برضه أنا هحللك هنا بطريقتين. الطريقة الأولى اللي هي الطريقة العادية جدا، أنا هعمل derivative integration، فهتبقى 9.8 t power 2 over 2 اللي هي تبقى 4.9. بس ثواني أصبر معايا كده لحد ما نخلص. وأدي 5t plus c، وبيقول إن ال x0 equals 10، يبقى أنت هتشيل t وت substitute ب 0، وأدي 5t راحت ب 0، يبقى على طول ده بكام؟ ب 10. يبقى هي أصلا ال x equals كام؟ ال xt equals 4.9 t power 2 plus 5t plus 10. حاضر؟ حاضر. ال x 10 هت substitute ال t بكام؟ ب 10. 4.9 times 10 power 2 490 plus 5 times 10 ب 50 plus 10 اللي هي تطلع 550. جميل جدا اللي هو الاختيار دي برضو، ولكن انا عايز احل بطريقه تانية. ينفع احل بطريقه تانية؟ ايه المشكله؟ مش انا ممكن اقول ان الانتجريشن فروم اكس ايكوالز، الانتجريشن للاكس فروم مين؟ سوري، فروم تي ايكوالز انتجريشن للفي اللي هي تي او 9.8 تي بلس 5 فروم تي ايكوال 0 لمين؟ لل 10. ما هو هنا تي ب 0 وهنا تي ب 10 ايكوالز ايه؟ ايكوالز اللي هو انتجريشن الدي اكس فروم اكس ايكوالز 10 تو الاكس اللي انا عايز احسبها، واللي هيطلع ده هيبقى عباره عن اكس ماينس 10 ايكوالز الانتجريشن ده، وهتودي النيجاتيف هناك. بس انت خليك حل في المضمون، وخليك حل دايما بالشكل الشائع. طيب نشوف السؤال اللي بعده. طبعا الشكلين المختلفين للحل دول اصلا مستنتجين من بعض، مش اختراع يعني. فهنا question 4 بيقول لي اذا كان v of t equals 2 over pi cosine 2t over pi and x pi power 2 equals 1 then x t equals كام؟ طيب دي v يا جميل، صح؟ طيب هو عايز الx، يعني عايز derivative integration، sorry integration ال 2 pi دي constant، والcosine دي ايه؟ الكوساين يا جميل الملامح ده الديريفيتيف بتاعها بساين، الانتجريشن بتاعها بساين، يبقى ساين 2 تي اوفر باي. حلو. ديفايد ديريفيتيف الانجل، وديريفيتيف الانجل ب 2 اوفر باي، وانا عندي هنا 2 اوفر باي راحوا مع بعض، شكرا. بلس سي. وهنا بيقول لي ان الاكس للباي باور 2، يبقى انا هشيل التي واحط باي باور 2، هتبقى ساين 2 pi power 2 over pi ب 2 pi، صح؟ plus c equals 1. ايه الجمال ده؟ هي مش sin 2 pi دي، هي عباره عن sin 0 اللي هي ب 0. ايوه، يبقى c بكام؟ ب 1. يبقى على طول الانتجريشن اللي هو x of t equals sin هنا ايه؟ 2t over pi plus c، والc طلعت بكام؟ ب 1. فين الكلام ده؟ sin 2t pi بلس 1 اللي هي سي. السؤال اللي بعده على طول هو question 5. هنا بيقول لي الاي تي، هنا بيقول acceleration نيجاتيف 4 ساين 2 تي، والفي نوت ايكوالز 2، والاكس نوت ايكوالز نيجاتيف 3، يبقى الاكس باي ايكوالز كام؟ بص يا جميل، اول حاجه من الاكسلريشن انا هروح اجيب الفي، فاروح قايل له ان الفي ايكوالز مين؟ ايكوالز الانتجريشن، انتجريشن الكلام ده نيجاتيف 4 sin 2t. ركز معايا بالراحه، sin 2t الانتجريشن بتاعها بنيجاتيف كوساين 2t اوفر 2، صح؟ يبقى انا عندي نيجاتيف مع النيجاتيف اللي بره دي بقت بوزيتيف، ادي كوساين 2t. طب هقول لك اوفر 2، خلي بالك عشان انا هشيل الكلام ده، وهنا في 4 هتعمل سمبليفيكيشن وهيفضل 2 فوق، صح؟ تمام جدا. بس لسه في بلس سي. هو قال ان الفي نوت اللي هي لما تي ب 0 ايكوالز 2، يبقى على طول حط التي ب 0، يبقى انت عندك 2 كوساين 0 بلس سي ايكوالز كام يا جميل؟ ايكوالز 2. طب كوساين 0 ب 1 تايمز 2 يبقى 2، يبقى السي الاولى دي طلعت اللي هي خليها سي 1 عشان لسه في سي ثانيه، يبقى السي الاولى طلعت ب 0 عشان 2 تايمز 1 اللي هي 2 بلس سي ايكوال 2، يبقى خلاص. طيب ايه تاني اللي انا ممكن اعمله؟ لسه هعمل انتجريشن للكلام ده اللي هي ان الفي كده طلعت بكام؟ ب 2 كوساين 2t. يلا الانتجريشن بتاع الكلام ده هو عباره عن ساين 2t ديفايد الديريفيتيف الانجل اللي هي ديفايد 2 راحت مع 2،
plus C2. طبعا ده مش عارف معلش سوري ده الاس او الاكس. طبعا هنا بيقول لي الاكس باي عادي جدا ايه المشكله يعني الاكس سوري الاكس نوت ايكوالز نيجاتيف 3 يبقى لما التي بزيرو يعني ساين الزيرو اللي هي بكام بزيرو يبقى سي 2 لان دي بزيرو ايكوالز كام يا جميل وين الاجابه وين الاجابه اهي اللي هي نيجاتيف 3 يبقى انت عندك الاكس ايكوال ساين 2 تي ماينس 3 حاضر انت عايز تجيب مين اكس باي عوض عن الاكس باي يبقى ساين 2t يا جماعه اللي هي 2 تايمز باي بساين 0 برضه هتبقى 0 ماينس 3 يبقى الاجابه هتبقى نيجاتيف 3 اللي هو الاختيار مين؟ الاختيار A. هنروح نشوف السؤال اللي بعده اللي هو question number 6 ايش عم يحكي؟ question 6 في الفيرست سيشن 2017 بيقول لي v equal 3t minus 2 then ال s، ال s هنا مين؟ اللي هي الديسبليسمنت in the interval time 0 2 عايزها باللينث يونت وعشان كده ما حطش فيكتور. طب على طول خلاص يبقى integration from 0 to 2 3t minus 2 dt وتحسب الكلام ده على طول هيطلع لك ب 2. طيب ايه اللي كان ممكن يبقى مختلف في السؤال؟ كانت هتختلف لو هو طالب مين ال distance. طب لو طالب ال distance لازم اجيب ال t equal ال v equal 0 واقسم ال interval او اريح دماغي واعملها في absolute وخلصت المشكلة. تاني لو هو بيقول displacement يبقى انت على طول مباشرة هتحل بدون absolute. طبعا ده الابسوليوت انا حطيته عشان اقول distance. طيب لو distance هنحط absolute. السؤال اللي بعده بيقول لي ال v equal 3t power 2 minus 2t then the distance. يا سلام عليك يا حبيب والدك انت جاي بتقول لي الكلام اللي انا كنت بقوله هنا عشان تعرفوا ان هو بيغش مني. طيب within the interval اللي هي from 0 to 2 على طول يا جميل هتقول لي from 0 to 2 لل 3t power 2 minus 2t خلاص بس هتحطها جوه ابسوليوت وادي دي تي. ليه الكلام ده في المشكله فيه؟ مفيش اي مشكله خالص يلا نحلها. وبعدين على فكره مش كل المسائل هعمل لها انتجريشن على الكالكوليتر، في حاجات هكنسل الانتجريشن وهحط الريزلت على طول عشان اريح دماغي عادي زي اي مواطن بيحب يريح دماغه. هتعمل شيفت ابسوليوت اهو وبعدين 3x باور 2 ادي x وادي باور 2 وادي ماينس 2x يبقى ماينس 2x. احنا نسينا نحط ال 2 مش تركز بقى معايا عشان ما نقعدش نهبط كتير. وبعدين from 0 to 2 بعد كده يا جميل هتقول ايه اهو from 0 to 2 زي الفل جميل جدا. تعمل equals من اللي بيحبها قلبك هيطلع لك هيقول لك processing تستنى شويه لحد ما ربنا ييسر والكالكوليتر تحل الكلام ده. طيب 4.29 اللي هي مين في دول؟ تقريبا يعني هتطلع اللي هي ال 100 16 over 27 اللي هو الاختيار دي. على طول اللي بعده يا جميل question 8 بيقول لي دي ال v then the distance covered within the time interval from 0 to 3. نفس الكلام هتحط interval هنا integration وتحط absolute 3 minus 3t power 2 plus 2t dt وهنا from 0 to 3 نفس الفكره بالظبط مفيش فرق بينها وبين اللي قبلها. على طول يا جميل طبعا هتركز تلاقي ان الاجابه بتاعتك طلعت كام برضو دي. شوف السؤال اللي بعده اللي هو question 9 هنا في الفيرست سيشن او السكند سيشن 2019 ال a equals 3 وال v not equals negative 1 then ال s within the time interval from 0 to 2 تعمل ايش؟ اولا انا هروح اجيب ال v. ال v اللي هي مين؟ integration ال a اللي هي integration 3 dt اللي هي تطلع ب 3t plus c صح؟ طب ال v دي اهي. ال v نوت يا جماعه لما t ب 0 ال v كانت بنيجاتيف 1 يبقى c نيجاتيف 1 يعني ال v equal 3t minus 1. هو عايز ايه؟ ال interval لا then s يبقى عايز displacement يبقى هعمل integration الكلام ده from 0 to كام؟ to 2 اللي هي 3t minus 1 وبرضه تحلها على الكالكوليتر بشكل مباشر ان شاء الله ربنا ييسر لك كده امورك وهيطلع الاختيار بي هو الاختيار اللذيذ. هتروح تشوف السؤال اللي بعده اللي هو question 10 بيقول لي دي الاكسلريشن ودي الفي نوت ايكوالز مش هو ده اللي احنا كنا بنحله؟ هو ده اللي احنا كنا بنحله صح؟ I'm so sorry. يبقى هي دي السؤال هو ده الاختيار بي برضه هو عشان بس الاختيارات ولا هو السؤال متكرر؟ لا تعال بقى عشان في حاجه هناك مشكله. ال A equal 3 والفي نوت ايكوالز لان الاس بص يا جميل يا نهار ابيض على الجمال ايه ده؟ شيل
هو السؤال اللي احنا حلناه كان صح. السؤال اللي جنبه عايز ايه؟ السؤال اللي جنبه عايز الديستانس. يبقى لما تعمل الانتجريشن اللي انا عملته فوق اللي هو 3t minus 1 لازم احطه جوه ايه؟ absolute، برضو from 0 to 2 اللي هو هيطلع الاجابه بتاعته طبعا لما تحسبها تطلع 13 over 3. حابب تحسب؟ يلا بقى لنا كتير ما حسبناش، نجيب لك الكالكوليتر الجديده علشان ادهم زهق من الكالكوليتر اللي كانت كل شويه بتعلق. صح يا ادهم؟ يلا هنا عندنا ايه؟ اهو 0 ودي لا 0 ايه بقى؟ احنا مش بنكتب ده، مش بطلوها قبل يا شباب. طيب انا عندي ابسليوت، يبقى الشيفت ابسليوت وبعدين يا جميل 3 اكس ماينس 1، ادي ماينس 1. شفت الجمال؟ ولا احلى من هيك. طيب هنا بيقول ايه؟ 0 وهنا عندي 2. جميل جدا. يبقى ده ايكوالز كام؟ ايوه بيحسب. يلا احسب، تطلع ب 4.333333 اللي هي 13 over 3. طيب السؤال اللي بعده بيقول لي if the velocity time graph represent by array with initial point اللي هي 0 and 4 and has slope negative 2 then the algebraic measure of displacement during the first 3 seconds. سؤال جميل جدا ورائع وتحفة وما حصلش. أتمنى الناس اللي أنا كنت بقول لهم دايما حل قبل ما تيجي تشوف الحل بتاعي يكونوا حلوا. طيب لو ما حلتش روح بالله عليك روح جرب حل كده وتعالى قول لي أنت عملت إيه. أديني أنا بحل خلاص، خلي الفيديو مش هيهرب منك، اعمل باوز وروح على طول تعمل إيه؟ هتروح تشوف إيه الحل بتاعك وهيوصلك لفين. بعد كده يا جميل هنبدأ نحط البوينتس. هو بيقول عند الزيرو والفور يبقى أدي 1 2 3 4 وأدي 1 2 3 4 وأنت مش هتحتاج غير الـ 3 بس يعني اسمع الكلام. أدي هو 1 2 3 4 وادي 1 2 3 4. طب اشمعنى انا ما رسمتش هنا مفيش تايم بالنيجاتيف؟ عشان الناس بتوع ما قبل الميلاد والحاجات الغريبه اللي الواحد بيشوفها وهو ايه بيعمل او انتوا يعني الواحد حاجه غريبه يعني. طب لانشطار الكون. ماشي يا سيدي. هنا بقى يا جميل هتروح تعمل حاجه ثانيه، هتعمل ايه؟ ترسم لي بقى الري. الري بقى اللي هو مين يا جميل؟ الملامح اهو. هو هيبدا من الزيرو 4 والسلوب بتاعه نيجاتيف، طبعا لو السلوب بوزيتيف هيطلع فوق، لان السلوب نيجاتيف هينزل تحت. طب السلوب كام؟ نيجاتيف 2. يعني ايه نيجاتيف 2؟ يعني كده. طب ايش عرفني ان هو كده؟ انا بحب ارسم كده وخلاص، انت ترسم زي ما انا رسمت، ايه رايك؟ منطق غريب جدا. طيب هو مش قال ان السلوب نيجاتيف 2؟ اه هو نيجاتيف عشان كده. طب 2 يعني اوبزيت اوفر ادجيسنت ب 2، فده 4 يبقى ده تلقائيا هيبقى كام؟ 2. طب وبعدين هتروح منزل لي كده التراينجل ده هنا، هتعمل ده كده لحد ال 3 واعتبر ان دي جت على ال 3 بالظبط. تمام يعني انتوا يعني كويسين متأسفين. بعدين هو بيقول displacement. displacement يعني الاريا اللي فوق ماينس الاريا اللي تحت. طب الاريا اللي فوق اللي هي half times 2 times 4 ماينس الاريا اللي تحت اللي هي half times 1 times. طب انا عايز اعرف دي بكام؟ مش دي 1 يبقى دي على طول 2، يبقى ادي 2. طبعا ده يطلع بنيجاتيف 1 وده half times 2 times 4 ب4 يبقى 4 minus 2 ب3. يبقى الاختيار ايه؟ هو الاختيار اللذيذ. شفت الدنيا حلوه ازاي؟ ايوه الدنيا زي الفل. طيب بعد كده يا جميل هتروح تشوف اللي بعده اللي هو question number مين؟ question مين مين مين؟ ايوه ايوه خلينا نشيل ده خالص. Question 12 بيقول لي the relation between the velocity and the acceleration of body move in straight line is a equal 3v. If the body start its motion from rest يعني ال v not ب 0 وال x at ال x equal 0 يعني ال x not ب 0. طيب then the position x given by او equals كام لما ال v equals 12؟ بص يا سيدي هنا واضح جدا انك انت لو قلت لي ان الـ A equal dv على dt هزعل منك لانه مفيش اصلا t في السؤال. يبقى انا عندي A وعندي V وهو طالب مين؟ X. يبقى انت على طول هتفكر بالطريقة التانية خالص اللي هي اللي بتقول ايه؟ بتقول انه الـ A هي عبارة عن V dv على dx. صح؟ طب ما تاخد الـ dx هنا فهتبقى A dx equals V dv. لحد دلوقتي كل حاجة أنا عاملها ممتازة جدا.
هتشيل ال A وتحط ال value بتاعتها اللي هي 3V dx equals V dV. طب مش في V هنا و V هنا؟ آه ينفع يروحوا مع بعض؟ أيوة مع السلامة شكرا، تروح ده مع ده يفضل 3dx equals dv. جميل جدا. يلا الانتجريشن ده هيديني ايه؟ 3x. وهنا ايه؟ اه تركز لي بس يا جميل، هنا from x equal 0 to x يبقى على طول هي 3 اهي from x equal 0 to x. وهنا dv برضو انتجريشن للdv اهي from مين؟ قال لي الv initial ب 0 يبقى from 0 to v. بس كده يا جميل خلاص، يبقى ده 3x equals v. يبقى ده مين؟ الـ velocity in terms of x. طيب الحاجة التانية اللي عندي هنا بيقول لي إيه؟ بيقول لي الـ position لما الـ v equal 12. طب ما خلاص يبقى الـ position اللي هي 3x لما دي equal 12 يعني 3x equals 12، يبقى الـ x equals كام؟ 4 اللي هو الاختيار A. طيب نشوف السؤال اللي بعده على طول اللي هو question number 13. ايش عم يحكي question 13 اهو؟ تمام بيقول بسم الله الرحمن الرحيم في second session 2021 بيقول a particle moving straight line with acceleration equals a is given by the in velocity v ال a equals 2v dv. نفس الفكرة اللي فاتت بالظبط. The particle start its motion from the origin point and the velocity اللي بقى V note before will X note بزيرو. Then the velocity V at the position equal 3 equals كام؟ هتعمل نفس الكلام اللي أنا قلته. يعني أنت هتقول لي إن الـ A dx equals V dV. صح جدا. هتشيل الـ V وتحط الـ value بتاعتها، الـ A وتحط الـ value بتاعتها اللي هي 2V root الـ V. dx equals v dv. حاضر ال v راحت مع ال v اللي هنا، فضل عندك 2 root ال v. طب ما تنزل لي root ال v هنا علشان يبقى root ال v مع ال dv. خلي بالك احنا دايما بنعمل ايه؟ بنخلي ال v عند ال dv وال x عند ال dx. مفيش x يبقى مفيش مشاكل، تبقى 2 dx equals dv over root ال dv اللي هي times اهو over root يا سيدي اهو over root ال v. طب لما تيجي تعمل انتجريشن بقى يا جميل هتعمل انتجريشن ازاي؟ خلي بالك بقى ان ال x نوت ب 0 يبقى from 0 to x، لكن ال v نوت ب 4 يبقى from 4 to v. يلا على طول يلا على طول. يبقى انت هنا هتقول لي ال 2x يبقى 2x اللي هو الدرب انتجريشن ده. طب الانتجريشن ده اصلا هنشتغل عليه ازاي؟ والله الروت تحت ده انا ممكن اشيله واخليه v power negative half. صح؟ يبقى لما نزود للباور 1 هتبقى equals a v power half، لانك انت لما تزود negative 1 plus negative half plus 1 تبقى half over الباور الجديد يعني times 2، لان over half يعني times 2. خلاص بس الكلام ده اوعى تنسى ان انت عملت from 4 to mean to v. بس كده اه بس كده يا جميل. طبعا انت ممكن تاخد ال 2 مع 2 وتريحني وتريح نفسك، يبقى ال x equals v power half ادي v power half minus 4 power half اللي هي 2. طيب هو عايز ايه؟ لما ال x equal 3 يبقى عايز ال v. لما ال x equal 3 هتخلي دي 3، يبقى انت عندك يا جميل الملامح على طول هتقول ان ال v power half equals negative 2 هتروح تبقى plus 2، ف 3 plus 2 بكام؟ ب 5. طب انا عايز v يبقى ال v equals عشان اخلص من power half ده هعمل power 2 فهتبقى 25. يعني سبحان الله ده مش سؤال بصراحه بتاع second session خالص، يعني انت الناس ربنا ابتلاهم وتعبوا يعني. يلا الله المستعان. هنا question 14 بنقول ايه؟ the body start its motion from rest from fixed point O طيب in horizontal straight line with acceleration اهي دي acceleration. تمام يبقى the body start from rest يعني ال V note equal 0 from fixed point O يعني ال X note equal 0 برضه in straight line in horizontal straight line with acceleration. خلي بالك horizontal straight line وبيقول لك ان الاكسلريشن 12 minus 60 where a time t in seconds so that the distance between the body and O when it stop instantly هيبقى equal كام؟ بص يا سيدي
لما يعمل stopping يبقى انت لازم تجيب ال velocity. طب ال velocity equal ايه؟ integration ال acceleration، يعني integration ال 12 minus 6t with respect to t، ادي ال velocity. يلا اللي هي equals كام؟ equal 12t minus 6t power 2 over 2 اللي هي 3t power 2 plus c. حاضر. طيب ال v note اللي هي عند t equal 0 ب 0، يبقى ده 0 و 0 يبقى على طول ده ب 0. خلي بالك ان لما بتبقى polynomial ال v note هو بيبقى الكونستنت، يعني دي 0. يبقى انا عرفت ان ال v equal 12t minus 3t power 2. جميل جدا. طيب ده ال v هو بيقول لي ايه؟ so that the distance between، عايز ال distance امتى؟ distance يا جميل between ال o لما يحصل stopping. يبقى لما يحصل stopping يبقى ده ب 0 صح؟ هناخد t common factor يبقى 3t common factor هيفضل 4 minus t. يبقى يا اما t equal 0 في بداية الحركة او t equals 4. طب خلاص يبقى انا هشتغل عند t equal 4 لان هو حصل له stopping بعد ما مشي. يبقى هتروح تجيب لي ال position امتى او ال distance امتى؟ لما تكون t equal 4 اللي هي from 0 to 4. لمين يا جميل؟ لل velocity اللي هي 12t minus 3t power 2. والكلام ده تقدر تعمله على الكالكيوليتر بشكل مباشر، وتقدر تحسب بدماغك برضه. يلا نحسب بدماغنا مرة. يبقى 12t power 2 over 2 اللي هي 6t power 2 minus 3t power 3 over 3 اللي هي t power 3. الكلام ده منين لفين؟ من 0 ل 4. يبقى يلا نسبستيتيوتي t 4، يبقى 6 times 16 ب 96 إن شاء الله 96 minus 4 power 2 اللي هي 64. الكلام ده يبقى equals كام يا جميل؟ هيبقى equals تقريبا 28. صح كده ولا غلط؟ لا غلط طبعا، ده يطلع ب 32 سوري. يبقى 32 عشان 6 minus 4 و 9 minus. طب في 32 فين السؤال أصلا وفين الإجابة؟ اللي هي الاختيار B. أعتقد بأنه كان عندكم سؤال في السيشن يشبه هذا السؤال إن ما كانش هو نفسه. بيقول لي two bodies began their motion in straight line with same points and in the same direction at the same time and the same direction. One of them moved with velocity d، velocity بتاعته، and the other moved with velocity d. Then the distance between them after 6 seconds. يبقى هما start began its motion in straight line in the same direction. خلاص الكلام ده جميل جدا. اول حاجه هتجيب الديستانس الاولانيه والديستانس الثانيه. يبقى هتروح جايب يا حبيب قلبي الديسبيسمنت الاولى والديسبيسمنت الثانيه وتطلع الفرق بينهم. الديسبيسمنت الاولى اللي هي انتجريشن after 6 seconds يعني from 0 to 6 صح. يبقى 3t power 2 plus 2t ودي دي 2، والثاني from 0 to 6 ل2t ودي تي. خلاص احسب الاولاني ده اللي هو 3t باور 3 اوفر 3، فهتبقى t باور 3 بلس 2t باور 2 اوفر 2 اللي هو t باور 2. حلو قوي. from 0 to 6، والتاني ده 2t باور 2 يبقى هتبقى t باور 2 from 0 to 6. انت هتعمل ايه؟ هتعمل واحده منهم ماينس الثاني. طب ما تيجي تعمل سبتراكت ما دام الاثنين من 0 ل 6، دي هتروح مع دي صح؟ وتريح لي دماغك ويفضل عندك ايه؟ 216 اللي هي 6 باور 3 اللي هو الاختيار دي. نشوف السؤال اللي بعده اللي هو question number 16. question 16 ده من الاسئله الجميله، انا بحب الاسئله بتاعت first و second و third علشان انت بتفضل يعني تتدرب في نفس الفكره. move straight line with velocity v equals 6 minus 2t centimeter per second and the body began its motion 3 centimeter. The body began its motion 3 centimeter on right side of the origin point. حلو قوي. يعني بدأ من ال x not equal 3. ماشي. وال v اهي موجودة. طيب تمام. Straight line. Then the position after 2 seconds. مش دي ال v؟ يبقى انت هتعمل على طول ال position اللي هو after 2 seconds. فهتعمل ايه يا جميل؟ هتقول انه ال x equals integration. integration 6 minus 2t. مستر نعم يا قلب المستر، انا عايز اقول لك انه انا هشتغل باللي هو الديفينيت انتجريشن. ليه؟ عشان هو قال after 2 seconds فهعمل من 0 ل 2. كلامك صح بس مش قوي. ليه؟
انت لما تكون عايز البوزيشن اشتغل عادي واشتغل بالكونستانت وشيل دي، او هتعمل هنا ايه؟ هتقول لي ان الاكس دي مش اكس بقى، هتقول ان هي انتجريشن فروم اكس 0 اللي هي فروم 3 تو اكس للدي تي، فانت كده كده هتستخدم التي. فهمتني ولا لا؟ يبقى لما يقول بوزيشن لازم اعمل كده، لما يقول ديسبيسمنت تعمل الديفينيت انتجريشن على طول وانت مرتاح. يبقى انا مش هعمل الكلام ده اهو، انا هشتغل عادي جدا. الانتجريشن هنا ب 6 تي ماينس 2 تي باور 2 اوفر 2 اللي هي تي باور 2. طيب الكلام ده ايه؟ بلس سي. طيب ات الاكس 0 البوزيشن او الانيشال بوزيشن ب 3 يبقى السي ب 3 صح، لان ده 0 وده 0 يبقى ده 3. يبقى على طول الاكس ايكوال 6 تي ماينس تي باور 2 بلس 3. جميل جدا. هو عايز افتر 2 سكندز سبستيتيوت تي ب 2، يبقى 12 ماينس 2 باور 2 4 بلس 3 اللي هي كام يا جميل؟ 11. يبقى على طول ايكوالز كام؟ 11. A body move in a straight line. خلاص. طيب السؤال اللي بعده اللي هو B، اللي هو السكند يعني. السكند هنا بيقول لي ايه؟ بيقول ايه؟ ما بيقولش حاجة، بيقول لي displacement in the time interval. خلاص هو ده اللي أنا بقوله. displacement يا جماعة يبقى هقول له from 1 to 5. لمين؟ للفيلوستي. from 1 to 5 للفيلوستي اللي هي ايش؟ اللي هي كانت موجوده اللي هي دي 6 ماينس 2 تي. يبقى انت على طول هتروح قايل لي طبعا انا طلعت الانتجريشن اللي هو 6 تي ماينس تي باور 2 from 1 to 5. يعني ايه؟ يعني ادي 1 وادي 5. يلا 6 تايمز 5 30 ماينس 5 باور 2 اللي هي ماينس 25. حاضر. ماينس هنسبستيتيوت ب 1، 6 تايمز 1 ماينس 1 اللي هي 5، يبقى ادي 5. طب ما هو 30 ماينس 25 بكام؟ ب 5 ماينس 5 ب 0، يبقى الاجابه هتبقى 0 اللي هو الاختيار مين؟ بي. خدت لي بالك انا ليه استخدمت الديفينيت انتجريشن؟ هنا بقول لي التوتال ديستانس ذات ان انترفال تايم فروم 1 تو ار، هو هنا اديتني 0، فهل ده معنى ان هي التوتال ديستانس؟ لا يا جميل، على طول انت لازم تطلع امتى الفيلوستي كانت 0، اللي هي لما 6 ماينس 2 تي ايكوال 0 يبقى تي ايكوال 3. يبقى انت هتعمل integration from 1 to 3 plus integration from 3 to mean to 5 عشان اطلع مين؟ ال distance. طب بعد كده هتعمل ايه؟ هنعمل ال integration. او لا، انت بتعمل كده ليه؟ مش انا علمتك طريقة احلى؟ اعمل integration from 1 to 5 مادام ال distance وحط absolute و 6 minus 2 t، على طول هتطلع بكام؟ ب 8 اللي هو الاختيار c. يبقى على طول يا جميل نشوف السؤال اللي بعده. جت اسئله بقى الرسم، تروح تشرب لي كوبايه قهوه محترمه، يبقى بن شاهين كده ساده والدنيا زي الفل، وتظبط تريح دماغك وتشغل مخك وتبدا معايا تفكر، لان اسئله الرسم مهمه. انا بحب اسئله الرسم. تمام. في question 17 بيقول لي from the velocity time graph in opposite figure the magnitude of displacement in time from 0 to 7. ادي 0 وادي 7. طب هو عايز ال displacement، يعني ال area اللي فوق ماينس اللي تحت، صح؟ ال area اللي تحت دي ايه؟ 1، ادي ال base 1 ودي 2، يبقى half times 1 times 2. دي positive ولا negative؟ دي بالنيجاتيف اللي هي negative 1. شكرا. اللي فوق ده trapezium، ال base بتاعته كام؟ من 1 ل 5 يعني 4، وال base اللي فوق 1، يبقى على طول base 1 plus base 2 اللي هي 1 plus 4 over 2، مش انا بقول base 1 plus base 2 over 2 times ال height. ال height اللي هو كام يا جميل؟ اللي هو 2، يعني تطلع 5 بالبوزيتيف. حاضر شكرا. الاخير ده triangle، ال base بتاعته 2 وال height 1، يعني برضه ب 1 بس بالنيجاتيف عشان تحت. يبقى ال area اللي فوق minus ال area اللي تحت، يعني 5 minus 1 minus 1 اللي هي 3، يعني الاختيار A. طيب مين شاطر وحل الاسئله؟ يا جماعه اسئله، كل الأسئلة مش أسئلة الرسم بس، كل الأسئلة حاول تحل الأول، بعد ما تخلص تحل تعال نشوف أنا بقول. السؤال اللي بعده هنا بيقول distance، يعني هطلع الأريا اللي فوق بلس الأريا اللي تحت. ليه؟ لأن هي distance. طب الأريا اللي فوق half ال base times ال height، ال base ب 2 ال height 3، يبقى الأريا 3. هنا base 1 بكام؟ أدي 1 2 3، يبقى دي 3، ودي from 2 to 7 يعني 5، يعني 5 plus 3 over 2 times the height. ال height اللي هو كام؟ 3، ومحدش يقول لي negative 3، ادي 3. يبقى ده كام؟ 8 over 3 ب 12، يبقى دي كلها ب 12. شكرا.
البيز الثانية دي بكام؟ ادي 1 2 3 والهايت بتاعها كام؟ برضو 3. يبقى هاف تايمز 3 تايمز 3 4.5. حاضر يا جميل، يبقى دي 4.5. طب الديستانس ايكوال ده بلس ده بلس ده ومفيش ماينس، 3 بلس 12 بلس 4.5 يطلع ب 19.5 اللي هو الاختيار دي. شوف السؤال اللي بعده. شو عم يحكي؟ بيقول لي opposite figure represent acceleration time graph. طيب move in straight line from rest in the straight line then the velocity after 3 seconds from the motion equals كام؟ يبقى ال velocity after 3 seconds هتبقى equals كام يا جميل؟ بص يا سيدي، هنا ال opposite figure represent acceleration. خلاص انا ليه قاعد بري؟ ما هو ده acceleration وادي time. هو عايز ايه؟ then straight line ال velocity after 3 seconds. يعني ايه ال velocity يا جماعة؟ يعني ال area under the acceleration curve after 3 seconds اهو. وال area يا جماعة يعني مين؟ يعني ال integration. ال area يعني ال integration، وال integration يعني ال integration، ال acceleration يعني velocity. يبقى هجيب ال area اللي تحت وال area اللي فوق واعمل اللي فوق minus اللي تحت. اللي تحت ال base دي 1 ودي 2 يعني دي 1 بس بالنيجاتيف، يبقى دي نيجاتيف 1 بلس، ودي 2 تايمز 4 تايمز هاف ب 4 يبقى بلس 4 تطلع ب 3 اللي هو الاختيار مين؟ في. طب ليه انا قلت عشان ده 4 ماينس 1 اللي فوق ماينس اللي تحت؟ لان هو قال فيلوستي. طيب اللي بعده question 20. question 20 بيقول لي the opposite figure represent the velocity ادي v وادي t. مش انا قلت لك اهم حاجه تعرف الكيرف ده ايه؟ from 0 to 40. Then the algebraic measure of average velocity during the same interval time. بص يا سيدي، average velocity يعني ايه يا جميل؟ يعني total average velocity يعني total distance على total time. Total distance على total time. طب total distance ولا total displacement؟ لا هي average velocity. يبقى على طول انت قلت هنا كام؟ ال area اللي فوق ادي 10 times 30 هتبدأ تشتغل، الاريا اللي فوق ماينس الاريا اللي تحت عشان اجيب التوتال displacement over total time. يلا الاريا اللي فوق اللي هي عبارة عن مين؟ ادي 10 times 30 ب 300، وهنا 10 وهنا 20 يبقى 200، وهنا 10 و 10 يبقى 100. جميل جدا، يبقى 300 minus 200 plus 100 equals 200. يبقى 200 ده مين؟ ده total displacement على total time اللي هو 40، فتطلع ب 5. يبقى الاختيار مين الصحيح؟ الاختيار دي. شوف السؤال اللي بعده اللي هو question 21. question 21 ده عايز ايه؟ عايز the opposite figure represent velocity of two bodies velocity time of two bodies A and B B moving in straight line. ال S A وال S B are the algebraic measure of their displacement respectively. يبقى ال S A minus S B. طب ال S A minus S B، ما تيجي نشتغل على ال A وال B كل واحد لوحده. ادي ال A صح، دي هنا كام؟ 8 ودي 6 ودي 2. ال S A هو ال area، ال area دي بكام يا جميل؟ اللي هي half times 8 times 30 equals 120. طيب ال displacement هنا بقى بتاعت ال B فيها مشكلة، فيها جزء نيجاتيف وجزء بوزيتيف، ولا مشكلة ولا أي حاجة. عايزك تركز معايا بس علشان تعرف هتعمل إيه. الجزء النيجاتيف ما فيهوش مشاكل، دي 2 ودي نيجاتيف 12، يعني انا عندي نيجاتيف تايمز هاف تايمز 2 تايمز 12. طب البوزيتيف هاف تايمز البيس تايمز الهايت، ادي هاف. البيس بكام؟ من 2 ل 8، ما هو ده كده الجزء البوزيتيف صح؟ يبقى من 2 ل 8 يا جميل بكام؟ ب 6. الهايت بقى هنا حصلت مشكله ولا اي حاجه خالص. خلي بالك التراينجل ده والتراينجل ده مالهم؟ مش هما سيميلر؟ علشان هما vertically opposite angle، ده height وده height، يبقى الانجل دي قد دي والانجل دي هي دي، خلاص تمام. ما دام هما similar يبقى الباز على الباز هي الهايت على الهايت. الباز ده بكام؟ ب 2، والباز ده بكام؟ قلنا 4، يعني ده قد ده مرتين. طب الهايت ده 12 يبقى ده كام؟ 24، علشان انت بس هو مش مدي لك هنا ال 24، يبقى تايمز 24 بس كده. والله بس كده. يبقى دي بكام يا جميل؟ بنيجاتيف 12 بلس ده تايمز ده يديني 3 يبقى 27 72 سوري، مش تركزوا بقى، يطلع ب 60. طيب خلاص، يبقى 60 بلس 20 ولا عايز مين؟ هو عايز اس اي اللي هو الاولانيه 120 ماينس 60 تطلع ب 60 اللي هو الاختيار بي.
السؤال اللي بعده اللي هو question 22. هنا بيقول لي ايه the opposite figure represent velocity time graph of two bodies A and B moving in straight line اللي هو time from 0 to t. The two bodies start their motion from the same point and in the same time. They will meet again at A. بص يا سيدي. هما هيقابلوا بعض امتى؟ لما تكون الاريا دي قد الاريا دي. طب الاريا الاولى ايه؟ ده كده ريكتانجل اللي هو ده البي صح؟ ده كده ريكتانجل وما فيهوش مشاكل خالص. بس اللي انا عايز اقوله ان التايم بتاعه ده اللي هيمشي هو لينث والويدث اللي هو 18. يبقى الاريا ايكوالز 18 تي. طيب ادي الاريا الاولى. خلي بالك ان هما بيتقابلوا امتى؟ لما يمشوا وقت محدد ونفس الوقت ونفس الديستانس. يعني مثلا انا اتحركت بسرعه معينه وانت اتحركت بعدي بسرعه اعلى شويه. سوري اتحركت في نفس الوقت معايا ولكن بسرعه اقل شويه، فانا هسبقك، بعدين انت رحت مزود وعليت عليا، فانت هتسبقني، صح؟ لا انت مش هتسبقني، في الواقع انه ما دام انا سبقتك يبقى انت لما تزود سرعتك اللي هيحصل انك انت هتزود تزود 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 سرعتك لحد ما يجي وقت معين، مثلا بعد 3 دقائق هتبقى احنا الاثنين في نفس المكان، لان احنا هنعمل ميتنج قابلنا بعض، صح؟ يبقى ما دام قابلنا بعض يبقى احنا في نفس المكان وفي نفس التايم. طيب يبقى الاول الاريا بتاعته اللي هي 18 تايمز تي، طب الثاني الاريا بتاعته كام؟ معرفش، بس ثواني، هو مش في تراينجل والباقي ده مكمل ريكتانجل اشتغل كده. التراينجل الاولاني هاف البيس تايمز الهايت اللي هي هاف تايمز 8 تايمز الهايت اللي هو 24. والباقي ريكتانجل اللي هو عباره عن بقيه التايم اللي هو عباره عن تي ماينس 8 صح؟ اللي هو الباقي الوقت ده هو عباره عن التي كلها ماينس ال 8 اللي انا خدتها في الجزء الاول تايمز الهايت الجديد اللي هو 24. دول الاثنين ايكوالز بعض، يعني ايه ايكوال؟ يعني الاريا الاولى ايكوال الاريا الثانيه. طب ما تيجي نعمل سمبليفيكيشن في الثانيه دي. هاف تايمز 8 تايمز 24 ب 96 بلس تي ماينس 8 تايمز 24 اللي هي 24 تي ماينس 8 تايمز 24 ب 192 ادي 192. طيب ده كده كله جميل جدا، تخلي لي بالك بقى يا جميل علشان انا عايز اقول حاجه حلوه. 192 ماينس 96 ماينس 192 وادي 24 تي اللي هي بنيجاتيف 96. يعني انا عندي 24 تي ماينس 96 ايكوالز 18 تي صح؟ هنجمع التيات في ناحيه والنمبرز في ناحيه، يبقى 24 ماينس 18 يا جميل الملامح ب 6 تي ايكوالز 96، والتي ايكوالز لما تعمل ده ديفايدد 96 هيدي لك هنا 1 و6 يعني 16، يبقى التايم ايكوال 16. يبقى هما هيتقابلوا بعد 16، مش عارف هي بقى مينت ولا سكند، لا سكند، هيتقابلوا بعد 16 سكندز. نروح نشوف السؤال اللي بعده. اهم حاجه في كل سؤال تبقى فاهم الفكره، علشان كده محدش يجي يقول لي ايه وانا بحل الاكسرسايز يا مستر ما كنتش عارف احل كتير قوي. طيب بعد ما سمعت انت هتعرف تحل النوعيه دي من الاسئله ولا لا؟ هو ده السؤال اللي يخوفك او يخليك ايه؟ مطمئن. السؤال اللي بعده بيقول لي the opposite figure shows the velocity time graph of body move in straight line ال S1 وال S2 وال S3 represent displacement of the body covered in first 3 seconds respectively. ال relation بين ال S1 وال S2 وال S3 ماذا عنها؟ في ايه؟ اولا اول ثانيه ال displacement اللي هيمشيها البودي، طبعا هو بيقول displacement يبقى البودي في اول ثانيه هو عباره عن الاريا دي، الاريا دي ده ترابيزيوم صح؟ الترابيزيوم الجميل بتاعي ده عايزك تركز معايا في الرسمه بتاعته لان في هنا مشكله. ايه هي؟ انا شلت كل حاجه اهو، فاضي تتشال لي؟ شلنا كل حاجه. خلي بالك ان الانترسكشن هنا جاي عند ال 1 اند هاف، يبقى دي كده 1 اند هاف ودي كده كام؟ 3. يبقى الـ area of trapezium في الـ first second اللي هي عبارة عن 1 and half plus 3 over 2 times the height اللي هو 1. طيب دي 3 over 2 plus 3 اللي هي 4.5 over 2 اللي هي يعني 2 and 25. طيب الـ displacement في الـ second second اللي هي الـ area دي، الـ area دي مالها؟ الـ area دي حصل لها ايه؟
adding، يبقى هنعمل adding اللي هي هتطلع displacement دي كلها في second second. sorry، هو ال S1 وال S2 وال S3 the displacement of the body in the first 3 seconds. يبقى ده displacement في أول second وده displacement التاني. displacement ده ماله؟ أقل من الأول، صح؟ آه، يبقى displacement التاني أقل من الأول. طب أنا ممكن ما أعملش الكلام ده على فكرة، هو واضح إن التريانجل ده أصغر من الترابيزيوم، يبقى S2 minus sorry less than S1. طيب S3 بقى في الثيرد سكند اللي هي دي، هو مش الترينجل ده وده كونجرانت؟ اه، يعني S2 equals S3 بس بالنيجاتيف، يعني equal negative S3، صح؟ يبقى الاختيار ده هو الصحيح، لان S2 plus S3 اهي دي جت هنا بقت S2 plus S3 equals 0 وال S1 greater than S2. شوف من غير ما احسب، انا مش عارف ايه اللي خلاني اروح احسب في الاول. تاني نقول من جديد، اول حاجه دي الفيرست سكند، دي الاريا، دي الاريا. طبعا واضح انه S1 اكبر من S2، يعني S2 او S1 اكبر من S2. الحاجه الثانيه في الثيرد سكند، ده تراينجل، ده تراينجل، الاثنين دول كونجرانت، صح؟ التو تراينجلز دول كونجرانت قد بعض، يعني لو قال ديستانس كنت اقول له ديستانس قد الديستانس، بس دي واحده في البوزيتيف وواحده في النيجاتيف، يبقى الصم بتاعهم ايه؟ زيرو. يبقى فعلا الصم بتاعهم اللي هو S2 بلس S3 بزيرو، اللي هو C هو الاختيار اللذيذ. السؤال الأخير في question 35 اللي هو question 24. question 24 هنا بيقول ايه؟ بيقول لي the opposite figure represent velocity time graph of the body move in straight line. Then the body has greatest displacement of magnitude from starting point at t. أكبر displacement هيعملها أو أكبر displacement هيحققها هتكون امتى؟ السؤال سهل جدا على فكرة وما فيهوش مشاكل. هو انت displacement في الجزء الاول الفيلوستي هنا كانت كده وكده، صح؟ في الاخر انا لما اقول displacement اللي هي الاريا، يبقى الاريا دي كلها كام؟ فين؟ فوق، يعني بوزيتيف. من بعدها يبقى في عندي اريا بالنيجاتيف، فمن بعدها هبدا اقلل، يبقى لما التايم ايكوال 4 كان الماكسيمم displacement. ثاني، لما تيجي تاخد الماكسيمم displacement بتكون امتى؟ لما يكون الفيلوستي كله في البوزيتيف. ليه؟ علشان الاريا تكون كلها في البوزيتيف. طب اول ما يدخل الفيلوستي في النيجاتيف بيحصل ايه؟ بنبدا نعمل سبتراكشن، فالديسبيسمنت بترجع تقل 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 من جديد. السؤال اللي بعده اللي هو question 36، ده معرفش سؤال تشوز يعني برضه، اه سؤال واحد على جراف واحد هنحله برضه، واعتقد هيكون اخر حاجه في الاكسرسايز بتاعنا ده، وبعد كده ان شاء الله ننتقل على شابتر 2. هنا بقول لي the opposite figure represent the curve of velocity time graph of particle move in straight line from starting or from origin point where طبعا ده V وده T، انا مش عايز كل الرغي اللي بيتقال. choose the correct answer. ال V note، ال V note ب 30 يبقى ال V note ب 30. طب ال V 5، ال V عند ال 5 كانت كام؟ negative 30، يبقى هتختار negative 30. خلاص؟ هنا ال displacement within، ال displacement في ال interval من 0 ل 2، فين من 0 ل 2 اللي هي دي؟ displacement يا جماعه يبقى ال area دي اللي هي half times 2 times 30 ب 30. فين الـ displacement اللي هي 30؟ طيب كده احنا حلينا 1 و 2 و 3، صح؟ تمام جدا. نروح نشوف الباقي، معرفش هنعمل ايه في الباقي، يعني هفضل اطلع وانزل انا ولا ايه؟ مش عارف، ما تشوف لكم حل بقى. هنا بيقول لي the displacement in within interval time from 0 to 4، برضه نفس الفكره بس فيها هيبقى فيه نيجاتيف، صح؟ from 0 to 4 يبقى انا هشيل منها دي، بس خلي بالك بقى الترينجل ده والترينجل ده، ده straight line مش دي قد دي، يبقى displacement from 0 to 4 ب 0 اهي، from 0 to 4 ب 0. اشمعنى بقى ب 0؟ علشان هي ايه؟ ال displacement اللي فوق هي نفسها اللي تحت. السؤال اللي بعده بيقول لي the displacement within the time interval from 0 to 7. from 0 to 7 يبقى نروح نشوف ال displacement هنا. اولا دي ودي اتشالوا مع بعض، فما تتعبليش نفسك وتقعد تشتغل عليهم خالص، ما هو دي بلس دي ب 0، ده كده ترابيزيوم. هكمل بقى الباقي. ترابيزيوم البيز دي 2 والبيز دي كام؟ 3. يبقى 5 اوفر 2 تايمز الهايت اللي هو كام؟ من 0 ل 30، يبقى 30. ده بالنيجاتيف بلس الاريا دي، دي 2 صح؟ يبقى هاف تايمز 2 تايمز ده كام؟ ده 30. جميل جدا جدا جدا. طيب بعد كده يا جميل هتروح قايل لي انه ده دي هنا كده 15 مع 5 يبقى نيجاتيف 75 بلس ده راح مع ده يبقى 30، صح ولا مش صح؟
الـ area دي half الـ base اللي هي base 1 plus base 2 over 2 دي 3 ودي 2 over 2 times الـ height اللي هو 30. طيب دي راحت مع دي 15 يبقى negative 75. خلاص أنا موافق. وبعدين الباقي ده اللي هو half times الـ base times الـ height، وأنا عندي الـ displacement ده والـ displacement ده cancel بعض، يبقى على طول دي 30 يبقى نيجاتيف 45. في نيجاتيف 45 في الاختيارات؟ في نيجاتيف 45 اللي هو الاختيار مين؟ سي. طب نشوف السؤال اللي بعده على طول. The displacement from 0 to 9. ثواني بقى، في حاجة غلط حصلت. ايه ده؟ انا اللي حسبته ده from 0 to 9 صح ولا لا؟ from 0 to 9 يبقى معلش sorry I'm so sorry. from 0 to 9 هو اللي نيجاتيف 45. طيب from 0 to 7 عادي، ما احنا لسه حاسبين مش هنتعب ما تقلقش. انت from 0 to 7 يعني لحد هنا، يبقى شيل لي الجزء الاخير ده اللي هو البوزيتيف، يبقى نيجاتيف 75. يعني الديسبيسمنت بنيجاتيف 75. معلش I'm so sorry، لازم تركزوا، مش هبقى انا وانتوا اللي ايه نتروق. The covered distance within the time distance يعني اللي فوق بلس لتحت. from 0 to 5 ارجع تاني اهو. covered distance from 0 to 5 يبقى ثواني يا جميل، تاخد لي الاريا دي بلس الاريا اللي تحت. هنشيل كل اللي احنا كاتبينه عشان نبدا نشتغل من جديد كده، عشان انا بشتغل على ديستانس. يبقى انا عايز الاريا دي بلس دي، مفيش حاجه اسمها نيجاتيف. ده هاف تايمز 2 تايمز 30 ب 30، وده بيز 1 بلس بيز 2. بيز 1 بكام؟ من 2 لحد 5 يعني 3 صح، ودي 1 يبقى 3 بلس 1 اوفر 2 تايمز الهايت اللي هو 30. طب ما هو ده 4 اوفر 2 ب 2، 2 times 30 ب 60 و 30 يبقى 90. يعني الـ covered distance اللي هو السؤال الأخير قبل الأخير سوري ب 90. طب آخر حاجة عندنا اللي هي question 8، بيقول لي the covered distance within the interval time from 0 to 9. يا الله تاني from 0 to 9. نكمل الباقي بقى يا جميل، ما أنا عملت كده 90، نكمل ده بلس ده. الـ area اللي هنا كام؟ دي 2. أنا أعتقد إن أنا لسه حاسبها بس مش مشكلة. يبقى 2 plus 1 over 2 times the height اللي هو ب 30 صح؟ دي راحت مع دي يبقى 15 times 3 45، يبقى دي 45. والاريا الجميله دي half base times the height اللي هي ب 30. يبقى ثواني بقى يا جميل، احنا المره اللي فاتت وصلنا وقلنا ان الاريا الديستانس كانت كام؟ 90 صح؟ ال 90 دي هتزود عليها 45 وتزود عليها 30 يعني تزود 75 يعني 165. في الاختيارات 165 اللي هو الاختيار دي. وبكده يبقى خلصنا الحمد لله بفضل الله شابتر 1 في الداينامكس، وخلصنا ليسون 2 الانتجريشن والدريفيتيف. الكلام ده مهم جدا، حلهم، حل الاسئله كلها، وحل بقى السي كويشنز، واعمل كل اللي تقدر تعمله علشان تفهم، لانه الجزء ده من المنهج بيجي عليه اسئله كتير، وحرام حد يغلط في سؤال واحد في شابتر 1 من منهج الداينامكس. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.